الحيطة نزلت مية ولا شجرة الدوم طرحت موز. انت مالك ومال الحبل والولاد يا شايبة يا عيبة يا قرشانة؟ انا لو بقول يا خلفة كان زمان عيالي بقوا رجالة وكانوا وقفوا لأشكالك يا خطفت الرجالة. انا يا حبيبتي ما ضربتوش على ايد سعطية اللي حفي ورايا سحرتيلو شبشبتيلو. بس يا ولادي وهي احسن هما رجالك من شعرك حطيها على المزاج اللي في دماغي. يا ناس يا ناس حرام عليكم والله ما يعرفش يتنين يتنين في المخروب ده. انت يا اختي يا مردونة انت يا اختي يا مردونة تعالي يا اختي حطي ولاد الدور بدل ما انت ضغطها ومخليها ربنا يا لو براحتهم. انا ما عملتش حاجة يا اب ده احمد هو اللي علينا يمثل عطية السنتاني ونسوان. هو انا ربنا مش هيتوب عليا منكم ومن بلاويكم انت وهي وانت يا مكسوف الرقبة. بس سميت حسين يا خرابي الوضع هيضربنا. هو مكسوف الرقبة ده هقص الفساد كله. ايه يا حبيبي وانتوا النهارده اتخانقوا كده؟ الله ايه الحكاية؟ منين وفير ولا شيء؟ ايه ما تمدش ايدك؟ الله انا اصيلك انت رقم ولا ايه؟ ايه الشغل اللي بتعملها دي؟ ايه الحكاية؟ لا زعلتها تاني يا ابن اللعيبة. ما تقولش كده ما تقولش كده. ايه انت ترد عليك ازاي يا عم؟ ما هو يا عشان هيجي عندي حاجة مهمة قوي. ربنا يطورنا من جد الهم دي. عادي يا بنت وهي قدامي. عادي يا مصوف الرهبة. أما أنت لما تيجي أمك من الشغل ليا كلام معاها. طيب إن وريتك ما بقاش أنا مصونة. اتفخص عليك. ما شاء الله ما شاء الله. إيه الحلاوة دي؟ الله إيه؟ حلوة كلنا دي يا سناونو. لما يحصل المراد هبقى اجيب لك واحدة. لا 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 يا سناونو انا ما بقولش حاجة يعني احنا عايزين نخدم وبس. طب ده انا امبارح عشان اكتب لك المكتوب ده واشعلله وولعه وهيئه قعدت سهران طول الليل. هتيجي ب2 جنيه الشاي وينسون وبن وحلب حصى. طب خد. لا والجمع ايه الاحراج ده يا سناونو؟ اتفضلي. تفتكر هيجيب نتيجة؟ الله 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 عيب يا سناونة وعيب. ده انا بقول لك كلفت دماغي اكتر من 4 ليمونة. حقا لو حصل يا عم مبروك هيبقى لك الحلاوة. الله عيب يا سناونة. الله احنا عايزين نخدمه بس عن اذنك. كل السمن لحد الاكل ما يخلص العنار.
جالك. انا ماليش في الدنيا راجل غير عزب باباك من جوزك. عملت المستحيل عشان محدش ياخدك مني. عملت المستحيل عشان تفضل معايا حتى ما تبقى راجل. راجل اعتمد عليه. ابني حبيبي. تبقى الراجل بتاعي انا لوحدي. احمد انت اكيد مش فاهم حاجه. ما انتش حاسس باي حاجه. يا احمد رد عليا. انت مش عايز ترد عليه. مبروك يا ستي نبيلة. أهلا وسهلا يا أستاذ مبروك. اتفضل. نعم عايز إيه؟ ابني أحمد. ده بدل ما تقول لي اتفضل. معلش يا أستاذ مبروك حقك عليا أنا. اتفضل. يا ستي لا حق ولا فضل ولا حاجة أبدا. لا يعني أنا ده عيل صغير برضه مهما كان. ده أنا أحبه حتى زي ابني تمام. مش كده يا أحمد؟ لا يا حاج مش كده. يوخ. وبعدين معاك يا أحمد. دي مش طريقة كلام ابدا مع الناس. اتفضل يا استاذ مبروك. يعني كده لومه على قد ما قصر. لا ربنا يزيد فضلك. الحمد لله متعشي ومتغدي وحاجه جميله قوي. الله الله يكون في عونك. تربيه العيال اصلها عايزه صبر. ربنا يقدرنا. كل يا حبيبي كل الرز يعني. الحقيقه يا استاذ نبيله بصراحه يعني انت حالتك صعبانه عليا قوي. ليه؟ ما احنا الحمد لله انا وابني صحتنا كويسه. وهو ماشي في المدرسة كويس وماشي وعارف عارف ما من جهة الفلوس يعني. لا ما انا عارف. انا عارف من ناحية الفلوس فهي معاكي اخر حلاوة. ايه حلاوة؟ اه يعني ولا مؤاخذة التاكس. التاكس التاكس اهم اكتر من مكسبه. طب وحياة ابني الوحيد اني من ساعة ما شريت التاكس ايدي ما طبقت على اكتر من 2 جنيه في اليوم. ده اذا ما دفعتش تصريح كمان. ما دفعت الكاوتش جديدة ومرة وجهات ومرة أفلاتين. حكاية طويلة عريضة مانيش عارفة أولها من آخرها. يا ريتني ما كنت بعت الشقة وكنت أجرتها مفروش. وأنت قد المفروش ووجع دماغ اللي بيتأتى منه. أهو ده الكلام اللي قاله لي عمر البواب قبل ما يجيب لي زوزو علشان تشتري الشقة. لما ضحك عليك وبايعها لك بتراب الفلوس. لا 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 عم عمر راجل طيب. ايوه زي قريبه اللي بيشتغل عندك الاخر. اهو الاخر ما يفرقش اهو زيه تمام. ايه قصدك انهم بيسرقوني؟ لا انا ما بقولش الكلام ده يا ست نبيله. انا مش جاي عشان اقول لك الكلام ده. يا ست نبيله يا ست نبيله تربيه العيال ومن دول صعب قوي. انا يعني انا خايف عليك انت. ده حمل تقيل. انا بقول يعني لو انت كنت تخف عن نفسك و وهرد لهم الولد اظن. لا اظن سبق وقلت لك اني ما عنديش استعداد اتكلم في الموضوع ده. ايوه بس دول ناس اكابر ما انتش قدهم. القانون اكبر منهم وربنا اكبر من الكل. ونعم بالله بس انت مش وش محاكم وقضايا. انا مستعد اروح النار برجلي عشان ابني يفضل معايا. اصل يعني ما تاخذنيش يعني انت ترميتي وانت لسه صغيره. فبقول يعني لو يعني افرضي يعني مش هتجوز. انا بعد ابو ما مات قررت اني اعيش له هو وبس. طب افرضي بقى عمه كسب القضية. مفيش محكمة في الدنيا توافق انها تحرم امه من ابنها. ويكون في معلومك بقى انا عندي كل اللي يثبت اني بشتغل وبشقى علشان اربيه احسن تربية. صحيح عمه الله يسامحه حاطط ايده على تركة ابوه وما بيدينيش ولا مليم. لكن الحمد لله اديك شايف مدخلاه مدرسة خاص ومصرف عليه كأنه ابوه عايش بالظبط. ايوه بس لحد انت يا ست نبيلة. لحد العدل ما ياخد مجراه وتحكمني يا بواصية على التركة. يا ست نبيلة وبعدين ده من غير لف ودوران. اذا كان هما اللي وزينك عشان
تيجي تقولي الكلام ده بلاء. ها؟ على النعمة ما حصل. انا عارفه انك انت بتروح له. هما مرتين اتنين لاجل حق الولد اليتيم. ولاد ايه؟ يعني اشق هدومي واطلع منها يا ناس. هدعلك مرت دلوقتي حالا وقول له راجل جاي من الانفاق. يا راجل اختشي خلي عندك دم بلاش فضايح. ما عملتش اكل ليه؟ ما عملتش اكل ليه؟ لما تخش جوه هقول لك. ده انا تعبان تعبان طول النهار رايح جاي في الاتوبيس ورا التذاكر. اللي عاوز فكه واللي معوش فكه واللي اتكلمت على خالص واللي بتشعبط. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. حرام عليك يا ولد. يرضي بنتي بس يا رب يرضي بنتي يا ناس. انا خالص يا امه. تعالين قوي يا امه. تخرب بيتكم وتقول لي جابكم من الورشه دلوقتي. حصه غدا. عايزين ناكل. اشربي يا اختي اشربي. عايزين ناكل. عايزين ناكل. ناكل عاوزين. يا امه عايزين ناكل يا امه. وتقول لي جابكم من المدرسه دلوقتي. عايزين ناكل. عايزين ناكل. ناكل عاوزين. عاوزين. عاوزين ناكل. انت يا ابن العبيطة ما وريتك. ايه هو ده؟ ايه هو ده؟ عايزين ناكل. عايزين ناكل. ناكل عاوزين. ناكل عاوزين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. تقدري تفهميني ما عملتيش اكل ليه؟ عشان مفيش. مفيش ايه؟ مفيش فلوس. يا نهار اسود. انت وليه ما كنت امبارح قلتيلي فاضل ان هي 5 جنيه؟ اديتهم لسونا. اديتيها الخمسة جنيه كلهم؟ يا كرم البنت في الجامعة ولازم تلبس. واحنا نموت من الجوع. هنموت من الجوع وهي تلبس. انا بقى عالي يقبل الكلام ده؟ يا كرم اي واحد يبص لواحدة ما هيتهزغ الحستان واحد. اي عريس يتقدم لبنت من البنات وما هيتهزغ الا الهدمة اللي عليها. تنام بيها وتقوم بيها. يا كرم حرام عليك. دي بكريتك واول فرحتك. ايوه ونور عينيا اللي بشوف بيهم كمان. لكن عيال الجعانه اللي بره دول اجيب لهم اكل منين؟ ياكلوا فستان سونا؟ يحلوا بجدم السونا؟ يا وليه يا وليه رد عليا. اوكلهم منين؟ اوكلهم منين؟ ودي يا بنت اللي هي في البرتاو دي ايه؟ وانت يا حسن وانت ابو شرط. اهلا 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 بقول ايه يا سعدو؟ ان شاء الله تكون الست الوالدة افتكرتنا بشيء من خير الارياف. نيبك موجود يا عم مبروك. بس اصطبر اقفز الحاجات وطلع نيب كل واحد على جنب وتيجي هتنيبك على طول. ايوه بس يا ما تنساش بس توصى بيها توصى بيها حبيبي. بس يا ولد تهوى بس يا ولد تهوى. الحمد لله على السلامة يا سعدو. اهلا اهلا عم كرم تسلم وتعيش. ازيك يا خالي انصار؟ الله يسلمك يا حبيبي. شفت يا عم عبدو جاب لنا ايه؟ قول ايه بس تتعب نفسك كده يا سعدو؟ فضل خيرك يا عم كرم خدوا دول الفطير ده يا ولاد. تقوم بس يا ولاد ما تاكلوش بقى لا تشبعوا والغدا جاهز جوه. اما انت عم كرم جيب لك معايا حاجه خصوصي جنب الحمام عمال ايدين الحاج. ربنا يخليها لك يا اخويا يا رب. كتر خيرك يا سي عبده. الله يخليك والله العظيم توحشينك كتير. اغسل وشي من الحر وابوه. اتفضل يا سي عبده اتفضل. اشكرك يا سعبدو اشكرك يا رب. سعبدو نورت الصبح يا سعبدو. نورت الصحابة والسينماوية سعبدو. كنت عايزك بكلمتين كده. خير؟ لا مش هعطلك كتير دول كلمتين كده على الواقف. اتفضل. ايه بس ادخل الحمل؟ اتفضل اتفضل اقعد يا سعبدو. خير يا السينماوية؟ الحمد لله على السلامة. كتر خيرك. وحشتنا. ما تشوفيش وحش. وازاي اهل البلد؟ بخير. وست الوالدة؟ كويسة. ازاي؟ استنبوية. لو عندي الكلام قولي وخلصيني يعني تعبان. ايه حصل ايه؟ يجازيهم بقى. هم مين؟ اهل. ليه؟ اصلهم سابوني كده على عماي ما علمونيش فرحت اشتغلت في الصالة. يو ايه المطلوب مني دلوقتي؟ او الجواب ده من ساعة ما وصل وانا مش عارفة اقراه. هندهلك عم كرم. لا 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 يا سي عبدو. اصل الجواب ده في حاجات عوائلية ما يصحش حد غريب يقراه. وانا يعني اللي انت جار الحيط قطك جنب قطي لازقين في بعض ستر وغطى على بعض. اقرا
النبي على قلبك تقرا؟ عادي. حبيبتي ونور عيني واملي في الحياه. الجواب ده من مين؟ من بابايا. والدك يعني؟ ايوه. يعني نور عيني واملي دي ما انا بنته الحيله. ربنا يخلي. عايش. وحشتني قوي وبحلم باليوم اللي اخدك فيه جوه حضني. قلت الجواب ده من؟ يوه ما قلت لك من بابايا يا اختي. ماشي. جوا حضني وبجطعي تقطيع من كتر البوس. ازاي ده البرد؟ يبوسني من خدودي. مش انا بنت الحيلة؟ طه ان حبي لك مثل حب قسل ليلى ورومي وجولييت. الجواب ده من مين يا سربوية؟ ما قلت لك من بابايا يا سعد عبد الله. ده كلام فارغ. يستحيل يقول اب محترم لبنته المحترمه اللي امتلتها الظروف انها هتشتغل في صاله راس. الله. انت اتضايقت يا سعد؟ اتضايقت يا سنبويه. يعني انا مش بتاع كده. انا تعبان. صيح دمك على السطوح على الصبح. ارفع تلاقي مزاجي على الصبح دي تعملها ايه؟ اتكلم انت. اتكلمي. عدم عليا يا ناس ما شفتها الهبابه اللي بتتكلم عليها دي. حرام عليك يا سعديه، دي مش حاملك. مالكيش دعوه انت يا اختي. مالكيش ما تتحشريش بينا. اضرب يا سعديه